أكثر من مجرد اختراق أمني كما تحاول الأجهزة الأمنية في عدن تصويره كل مرة، بينما يبدو الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة غير مستقر. في أقل من 7 أيام ضرب انفجار محيط معسكر الصولبان وأوقع عشرات القتلى والجرحى. في سياق العملية تؤكد المعلومات أنه عند 7:30 صباحاً أفاقت العاصمة المؤقتة عدن على الخبر المروع، بعد أن أقدم انتحاري على تفجير نفسه وسط مجاميع من المجندين كانوا في انتظار مستحقاتهم المالية. يريد القاتل أن لا تتوقف رسائله إلى عدن، ومنها لطالما أشارت الأصابع بعد كل جريمة صوب الرئيس السابق وأذرعه في الجنوب. يد الإرهاب التي عمل صالح على صناعتها وتحريكها تضرب بلا رحمة، فهؤلاء الجنود الذين ظلوا لعدة أشهر في انتظار المرتبات لم يسعفهم الوقت في الحصول عليها لينضموا إلى قائمة طويلة من الضحايا توزعتهم مستشفيات الجمهورية وأطباء بلا حدود والجراح الطبي في المنصورة. في عدن لا تكتفي السلطات الشرعية بالتقاط أنفاسها في معركة استعادة الدولة، وبالذات في الجانب الأمني الذي يؤرق السكان، بل تدفع في هذا السباق بالمئات من أفرادها ثمناً لذلك. لكنه وبحسب مراقب ناتج ليس عن معركة مع عدو متخفي، على القدر الذي يبدو قصوراً في التخطيط وإخفاقاً في تجنب مثل هذه الحوادث. فالعملية الجديدة لا تختلف عن تلك التي وقعت قبل أسبوع وبنفس الطريقة، واختارت نفس المربع ونفس الهدف ورقم الضحايا الذين فاضت أرواحهم بالدم والجراح. وبينما كانت السلطات المحلية بالأمس تستعرض إنجازات عام من تولي المحافظ موقع المسؤول الأول في عاصمة الشرعية، وهي خطوة جاء الرد عليها سريعاً اليوم، خصوصاً وأن الجانب الأمني هو من تصدر إنجازات السلطة المحلية خلال عام على الرغم من الأحداث التي وقعت وراح ضحاياها المئات.